لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكرنا ما تحصل من الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن كثير في النوع الثاني من الشرك الذي تضمنته الآية، وهو الشرك الأصغر، وهو 7 أنواع ذكرت في هذه الأحاديث، منها تعليق السير أو ربط الخيط أو تعليق الودع ونحوها من الأشياء، وكذا التمائم، الحلف بغير الله، الرقى المحرمة والمجهولة والتولة، الطيرة وهي التشاؤم ومثله التفاؤل بالطيور، الرياء، قلنا 5 أنواع سابق الرسالة، وذكرنا الفرق في الطيرة بين الشرك الأكبر فيها وبين الشرك الأصغر، وذلك حسب اعتقاد الإنسان، فإن اعتقد أن الطيور بذاتها تنفع أو تضر من دون الله أو مع الله فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب أو علامة وكونها سبب أشد من اعتقاد كونها علامة من الكذب على الله ومن أسباب الشرك فهي شرك أصغر. أما الحلف بغير الله، نقول: والحلف بغير الله الغالب عليه عند المسلمين، نعني أنه يجري على اللسان من غير قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، بخلاف غير المسلمين، فإن تعظيم النصارى للمسيح أو للصليب كتعظيمهم لله أو أشد. وكذلك إذا أقسم اليهود بعزير، وإذا أقسم المشركون باللات والعزى ونحو ذلك مما يحلف به المشركون كبوذا أو غيرهم، لكن عامة المسلمين إنما يحلفون يجري على ألسنتهم الحلف من غير قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، وإن كان فيه شيء من التعظيم لكن لا يقصد به المضاهاة ولا المساواة، هذا في الأغلب. وإن كان مجرد الحلف المخلوق نوع تعظيم، إلا أنه إذا كان يعظمه كتعظيم الله أو أشد فهو شرك أكبر. هو متصور أن يكون يعظمه أشد من تعظيم الله وهو مسلم؟ نعم، يمكن ذلك، كمن يقال له احلف بالله فيحلف كاذبا. فإذا قيل له احلف بالصليب أو المسيح أو الشيخ الفلاني تلعثم وامتنع وأقر بالحق. بعض غلاة الصوفية يجعلون في أنفسهم الحلف بالشيخ كاذبا أشد عنده من الحلف بالله كاذبا، وذلك لاعتقادهم أن هؤلاء الشيوخ يملكون تدبير الأمور وتصريفها، وأنهم ينتقمون ممن حلف بهم كاذبا، كالذي يتوجه له خصم يتوجه له على خصمه اليمين،
يعني واحد يكون ما عندوش بينة فيقال له إذا لم تأتي ببينة فخصمك يحلف لك، فيعرض الخصم الحلف بالله يقول أحلف بالله، فيقول لا أقبل الحلف بالله حتى يحلف بصاحب القبر الفلاني وعند قبره، فيقسم بحق هذا الطالب الغالب أو الغالب الطالب، وهذا منتشر جدا في العرب القبائل العربية قبل أن تنتشر الدعوة، ولكن لا تزال القصص في ذلك موجودة، أنه يطلب منه أن يحلف بالغالب الطالب، يذهب إلى قبر الشيخ الفلاني ويقول له بحق هذا الغالب الطالب، يعني أن صاحب القبر سوف يغلب من يحلف به كاذبا وسوف يطلب الحق منه، فربما يأبى ذلك الخصم يقول لا ما اقدرش احلف بايه بالشيخ ولا عند قبر الشيخ الغالب الطالب، وصفهم بالغالب الطالب ده لوحده شرك، يعني قولهم الشيخ الغالب الطالب شرك في الصفات، لانه الله هو الغالب على امره، الله غالب على امره، وهو سبحانه وتعالى الذي ينتقم من اعدائه، اما الشيخ الميت فمن يغلب وكيف يطلب وهو في قبره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فكيف يقال عنه ذلك؟ يقال عن ولي ميت أو رجل ميت أنه الغالب الطالب، فلذلك نقول أن هذا النوع من الحلف المطالبة به والإقرار عند الإلزام باليمين بدلا من الحلف به، فهذا إذا حلف بالشيخ كان حلفه أشد عنده من الحلف بالله، فهو يعظم الشيخ أكثر أو أشد من تعظيم الله، لأنه مستعد أن يحلف بالله كاذبا ولا يجرؤ أن يحلف بالشيخ كاذبا، ويعتقد أن الشيخ سيطلب حق ذي الحق وسوف يغلب الظالم عليه، هذا من الشرك الأكبر بلا شك، لأنه يعظمه أشد من تعظيمه لله عز وجل، ويعتقد فيه أنه ينتقم ممن حلف به كذبا أشد من انتقام الله وعقوبته لمن حلف به كذبا. وأما الرقى فإذا كان يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله أو مع الله فإنها شرك أكبر، وإذا كان فيها كلام مجهول أو توسلات بدعية محرمة فهي شرك أصغر، يعني بحق الشيخ الفلاني وبحق الإمام فلان وبحق الملائكة يتوسل توسلات بدعية، أو يكتب فيها يا شيخ فلان كن شفيع صاحب هذه الحاجة عند الله، يعني هو كده بيجعله هو اللي يشفع من غير ما يطلب منه قضاء الحاجة، أما لو طلب منه هو قضاء الحاجة وحراسة الشخص وفتح باب الرزق في الرقى تبقى شرك، إذا دعا غير الله يقول له يا سيدي فلان أرزقه رزق واسع وشيل عنه الأذى اللي عاملينه فلان وفلان ونحو ذلك، هذا الأمر هو من الشرك الأكبر. طب وإذا كان يعتقد أن الرقية ذاتها حتى لو ما تضمنتش حاجة حرام تنفع وتضر بذاتها وشرك أكبر، إذا كان فيها كلاما مجهولا أرقام ونجوم ورسومات مربعات
واحنا مش فاهمين دي تدل على ايه؟ على حاجة عندهم، او لغات مجهولة، حروف مقطعة، حروف وكلمات الله اعلم بيها، حبحون وشبخون واي كلام كده، ايه ما نعرفش ايه دي. احنا لو هي عرفنا وهو قال لنا ده انا بطلب من الجن ان هم يقضوا حاجته، يبقى شرك اكبر. اذا كان هذا مجهول المعنى ولم يبينه يبقى هذا شرك اصغر، لانه ذريعة للشرك الاكبر. اما اذا كانت الرقى بالادعية الصحيحة والتوسلات الشرعية لله عز وجل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة أيضا وباللغة العربية أو بما يعرف معناه من غيرها، يعني عشان نفهم لازم نفهم باللغة العربية. طب ولو كان حد بيتكلم غير عربي وهيعمل رقى فيها توسلات وتضرعات إلى الله، لازم يكون مفهومة المعنى ولا تقدم على العربية. إذا كان يعني هو اذا كان القوم يفهمون العربية، لكن محتمل انسان ما يكونش بيعرف اللغة العربية وما يعرفش يدعي الا باللغة بتاعته فيكون معذورا، لكن لا يتعبد بلغة اخرى. يعني ايه؟ يعني مش ان هو يقول انا هقول بالسريانية وانتوا تقولوا ورايا، ان ده بالنسبة لنا ايه؟ سيكون مجهولا. وانت بتعرف عربي كويس وتتكلم عربي كويس، يبقى ايه اللي يخليك تقول بالسريانية؟ يتصور ان هو في الرقى واحد مش عارف يدعي الا باللغة بتاعته، روسي الماني اي حاجة، بس بيدعي ربنا وكلام مفهوم والناس كلها تعرف ذلك. فمثل هذا لا يضر، عشان كده قلنا باللسان العربي او بما يعرف معناه من غيرها، من غير لسان عربي. وهو يعتقد يعني إذن الرقى إذا كانت بالأدعية والتوسلات الشرعية بالله وأسمائه وصفاته وما يعرف معناه من غيرها، وهو يعتقد أن الله عز وجل هو الشافي النافع الضار، فالرقى في هذه الحالة مشروعة جائزة مستحبة في حق الراقي، والأولى للإنسان ألا يطلب الرقية. مشروعة جائزة مستحبة في حق الراقي، والأولى للإنسان ألا يطلب الرقية من غيره تكميلا للتوكل، لأن الرقية أصلا مقصود بها شفاء من داء، من مرض، من شيء دنيوي. رحمكم الله. سبق أن بينا أن طلب الدعاء في شيء دنيوي، طلب الدعاء من الغير في شيء دنيوي الأولى تركه، وأما الأمر الأخروي فلا بأس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في شأن أويس فقال فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. أويس بن عامر القرني أفضل التابعين، كان له أمه وبها بر، كان به موضع، كان به برص فبرئ إلا موضع درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل التابعين، قال فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أن الصحابة وهم أفضل من أويس يطلبوا منه ليه؟ الاستغفار، وده طلب دعاء، فدل ذلك على أن هذا ليس قدحا، ليس مكروها، ليس خلاف الأولى، خلافا لمن يعمم أن طلب الدعاء عموما من الآخرين خلاف الأولى، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من المتأخرين. الصواب في هذه المسألة أن واحدا من 70,000 الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب،
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. منهم عكاشة ابن محصن الذي قال يا رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم. فلو كان طلب الدعاء بالأمر الأخروي قادحا في كمال التوكل لما كان عكاشة من 70,000. وهذا يدلنا على أن هذا النوع من الدعاء وهو طلب الأمور الأخروية ليس به بأس، ولكن طلب الدعاء في الأمور الدنيوية الأولى تركه. كما جاءت المرأة التي كانت تسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع فادعوا الله لي، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت بل أصبر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه تعالى أريك امرأة لبعض أصحابه، قال تعالى أريك امرأة من أهل الجنة هذه المرأة السوداء، وذكر القصة. ثم رجعت فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف فدعا لها. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهاش اصبري ولك الجنة زي ما قال لها في الايه في الصرع، لكن لأن التكشف أمر لا يحبه الله والتستر أمر ديني مشروع كان الدعاء به مشروعا، وطلب الدعاء به من أهل الخير والصلاح مشروعا لا ينقص ثواب الإنسان. فإن ابن عباس راوي الحديث كله بما في ذلك الجزء الأخير، ثم يقول بعد ذلك ألا أريك امرأة من أهل الجنة. فهذا يدلنا على مذهب الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، وأن المقصود في أن الأولى ترك طلب الدعاء إلا في أمر أخروي. هذا مذهبهم أنه يشرع طلب الدعاء من الغير في أمر أخروي ولا يشرع في أمر دنيوي. ولا يشرع ليس معناه أنه محرم، بل خلاف الأولى فقط، الأولى أن لا يفعل. وسبق بيان أن الرياء في النطق بكلمة الشهادة شرك أكبر، وفيما دونها شرك أصغر والله أعلم. لأن احنا قلنا إذا راء بنطق الشهادتين يبقى ده المنافق النفاق الأكبر ومخلد في النار، وإذا راء بأن أخلص في لا إله إلا الله ولكنه راء في الصيام يصوم نافلة عشان الناس تقول عليه رجل إيه صالح، يصلي عشان التجارة تمشي عشان الناس يثقوا فيه ونحو ذلك سواء فرض أو نفل، فهذا شرك أصغر نعوذ بالله. فإذا حكم الشرك الأصغر حكم الكبائر عند جماهير أهل العلم، يعني ده الشرك الأصغر ده حكمه إيه في الدنيا وفي الآخرة؟ في الدنيا يصدر من أهل الناس مسلمين، ما أكثر من يحلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يعاملهم معاملة المرتدين، ولكن أمر بالذكر، أمر بذكر لا إله إلا الله. قال وإن كان من أغلظها، وإن كان من أغلظها، إن كان هنا من الشرك الأصغر من حكم حكم الكبائر، وإن كان من أغلظها يعني من أشد أكبر الكبائر هذه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا دي كبيرة من الكبائر اللي هي اليمين الايه الغموس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأنا أخبركم بأكبر الكبائر،
قال الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. ولما بيقول بقى ان هذا الامر الحلف بغير الله صادقا اشد من الحلف بالله كاذبا، يبقى ده اكبر من الكبائر المعروفة، بس حكمه فيها ايه النهاية؟ حكمه حكمها يعني في الخلود في النار او الخروج من ملة الاسلام. الشرك الاصغر لا يخرج من ملة الاسلام ولا يخلد صاحبه في النار. طب لازم يخش النار عشان ان الله لا يغفر ان يشرك به؟ لا، حكم حكم الكبائر اذا كانت له حسنات اخرى غير هذه التي راى فيها، بقيت له حسنات تغلب السيئات، كان ذلك ايه في الموازنه، فان رجحت الحسنات على السيئات بواحده دخل الجنه، وان رجحت السيئات على الحسنات بواحده استحق دخول النار وهو في المشيئه، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي بيقول إنه لابد وأن يعذب حتى لو كان له حسنات كثيرة تانية، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية عند جماهير أهل العلم إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي عندما يطلق الشرك يكون هو الشرك ليه الأكبر، هذا الذي لا يغفره الله. وإلا لو كان الشرك الأصغر يعذب صاحبه وده معنى عدم المغفرة ثم يخرج، لكانت الآية لم تحبس أحدا في القرآن، لو كان دي دلالة الإيه؟ الآية. ليه؟ لأنه إذا هيتعذبه وينفع يخرجه بعد كده زي ما أنت قلت في الأصغر، طب ما قال نفس الكلام ده في الإيه؟ في الأكبر، أو يلزمك أنه تقال في الأكبر. وهذا يدل على أن القرآن لم يحبس أحدا، وهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هي التي حبست المشركين في الإيه؟ في النار. يبقى إذا الآية دي متعلقة بالشرك الإيه؟ الأكبر. عشان كده أقول صاحب الشرك الأصغر في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وربما كانت الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والاستغفار ماحيا لهذا الشرك. ليه بنقول كده؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قالوا لما سألوه وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل، فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يبقى الشرك غير المعلوم الاستغفار ينفع منه ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمرهم بأمر ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش رجع ولا في نفع، هيأمرهم بلغو. إذن عشان كده حتى الوصف اللي الرسول وصفه به نستغفرك لما لا نعلمه يشمل الشرك الأصغر لأنه أخفى من دبيب النمل سبب سياق الحديث، ويشمل الشرك الأكبر الذي لم تقم به الحجة على صاحبه. عشان كده إحنا قلنا الشرك الأكبر صاحبه الذي يعني الشرك الأكبر الذي ارتكب الشرك وهو جاهل ولم تقم عليه الحجة وليس معرضا عن الحجة ولا يعني ليس معرضا عن الحجة وليس إلا أنه لم يبلغه ليس إلا أنه لم يبلغه عن الله وعن رسوله شيء. الرجل ده حكم حكم الكفار اللي هيمتحنوا يوم القيامة كما قال بذلك بعض المشايخ، ولا حكمه حكم الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني فذروني في يوم راح ريح يعني شديدة نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من الناس. فجمعه الله وقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، فما لبث أن تلافاه الله برحمته، أو يعني عند ذلك تلافاه الله برحمته. في روايات أنه دخل النار، في رواية صحيحة في هذا الرجل في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في آخر من يخرج من النار، رجل عندما حضرته الوفاة قال لبنيه إنه لم يبتئر عند الله خيرا،
لم يعمل خيرا قط. ثم أمر بذر نفسه فجمع الله نصفه الذي في البر ونصفه البر الذي في البحر، نتساق الحديث. فهذا دليل أن الرجل ده عذب فعلا، ولكن طالما كان عنده أصل الإيمان بقلبه وخشية الله في قلبه ولو ضعيفة، لكن هذا منعه من الخلود في النار. عشان كده قلنا إن مرتكب الشرك الأكبر جاهلا أو متأولا حكمه حكم أهل الإسلام من أصحاب الكبائر من جهة العين. أما من جهة النوع هنقول إن اللي ارتكب ده شرك أكبر، لكن الشخص اللي ارتكبه هو مش عارف، هنحبط له لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، لا إله إلا الله محمد رسول الله لن تحبط طالما أنه على عبادة الله وحده، ولكن هو مش فاهم ان دي عبادة فعشان كده عملها. هو مش فاهم ان يا ستي يا حرس البلد من كل من عدا وحسد، انت الامان وانت السند ومحصننا وبالمدد مدد يا سيدة. هو ما يعرفش ان دي عبادة ليه للسيدة، بس بيقولك ايه اولياء الله الصالحين. لكن انت لو قلت له انت بتعبد السيدة يقولك اعوذ بالله انت بتكفرني. ده عنده ان عبادة السيدة ايه كفر، بس هو ما يعرفش ان دي ايه عبادة، فلا بد ان تقام عليه الحجة بخلاف المشركين الجهال اللي لم تبلغهم حقيقة، اللي ما بلغهمش اصل لا اله الا الله وبيعبدوا غير الله، فعلا بيعبدوا غير الله ولكن ما اتاهم رسول، فدول مش مؤمنين اصلا بخلاف دول الجهال المسلمين، لأن دول نطقوا الشهادتين وعندهم أصل التصديق بأن لا يعبد إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يجهل أن هذه عبادة، فده متصور. لكن اللي بيجهل أصل الدين كافر معذور حتى تأتيه دعوة الرسول. فهمنا؟ واحد ما بلغوش شيء عن الله وعن رسله قط ومات وهو يعبد الأوثان، يبقى مات كافر ولا مات مسلم؟ مات كافر، لأنه ما نطقش الشهادتين ولا بقلبه ولا بلسانه، ماشي؟ ولكن غير معذب يوم القيامة حتى يمتحن كما دلت عليه حديث الامتحان، بخلاف اللي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال مدد يا سيدة أو مدد يا بدوي. فده عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجهله كان عذرا فيما وقع فيه من الشرك مع بقاء أصل التوحيد عنده. وبالتالي فرغم أن اللي ارتكب ده شرك أكبر، إلا أن صاحبه الجاهل مثل أو لنا الأسوة في الحكم على الرجل الذي قال لئن قدر الله علي لا يعذبني، ثم إنه عمل شيئا ليهرب من البعث، عمل حاجة علشان ربنا ما يقدرش ايه يجمعه، صعب يصعبها على ربنا، فده شك في قدرة الله وشك في عموم البعث، افتكر ان بعض الناس مش هيبعثوا فعشان كده بيصعبها على ربنا، وايه يبقى شك في القدرة وشك في البعث. وفي رواية قال لعلي اضل الله، اضل يعني اتوه منه اهرب منه ما يلاقينيش، فده دليل على شكي في الايه في العلم. يبقى كل واحده من الحاجات دي كفر والعياذ بالله، ومع ذلك انما كان الجهل هو الذي دفعه الى ذلك، فله اسوه في من قال ذلك مخطئا، عشان ما حدش يجي يقول لا دي القصه دي في واحد ذهل الكلام خلاف اللي عايز يقوله، زي اللهم انت عبدي وانا ربك من شده الخلل في الكلام قبل الوفاة، مش زيها خالص، لأن الراجل بيخطط خطة، كلام مرتب على بعضه، الراجل بيفكر كده إنه لما يبقى ذرات ونصفها في البر ونصفها في البحر ربنا مش هيقدر عليه، فعشان كده بيصعبها على ربنا، بخلاف اللي عايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك فأنتم كلكم أقريتم أن من قال ذلك
خطأ لم يكن كافرا، مع ان نوع الكلمة ايه كفر اكبر. يعني واحد قال عامدا قاصدا اللهم انت عبدي وانا ربك، يبقى ايه كافر، زي فرعون ما قال اللهم ايه قال انا ربكم الاعلى والعياذ بالله، فده كلام كفر والعياذ بالله. وزي بتوع وحدة الوجود اللي بيقول ذاتي لذاتي صلت، لها صلواتي بالمقام اقيمها واشهد انها لي صلتي، الذات الالهيه يعني، بيقول على ربنا انه بيصلي لي، هذا كلام كفر بواح لا شك في ذلك. فالرجل اللي قال اللهم انت ربي، لا لا اللهم انت عبدي، قال كلمه كفر، وانا ربك كلمه كفر، ولكن لوجود الخطا كان ذلك مانعا من الايه من التكفير. فانتوا لازم تقروا ان في فرق بين النوع والايه والعين، ماشي كده؟ وان الرجل اللي قال الشرك الاكبر مخطئا غير قاصد لا يكون كافرا. وكذلك اذا قال ذلك مكرها وقلبه مطمئن بالايمان لا يكون ايه كافرا، كما انه لو جحد شيئا ناسيا. ولذلك نقول هذه الامور كلها زيها الجهل والتأويل. لماذا ترفضون اعتبار ذلك مع ورود الحديث الصحيح؟ عشان كده بنقول ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان الاستغفار نافع مما لا يعلمه الانسان من الشرك، وده يشمل الشرك الخفي ويشمل ما كان يجهله. ونستغفرك لما لا نعلمه، عشان كده بيقول الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والاستغفار ماحيا لهذا الشرك، والقول بالموازنة بين الحسنات والسيئات هو الذي تجتمع به الأقوال، بخلاف الشرك الأكبر فلا يوازنه شيء أبدا ولا يمحوه شيء إلا التوبة ما دام قد قامت على صاحبه الحجة كما ذكرنا، طالما بلغته الحجة واستوفيت الشروط وانتفت الموانع فلا يغفر أبدا إلا بالتوبة. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.